سيادة الرئيس بشار أسد، بحب أقول لك إنه هذا الشعب يعني هو اللي رح يوصل لحمداني. الله خلينا أمي. يا سيدو، راحت المدفعية وثلاث آلاف شقة وصلاح الدين منطقة عسكرية والمكحلين والمشحورين سلموا على بعضهم خيو. سيلفي والفوسفور من خلفي سيدو. الأخ عم يضربنا بالفوسفور، طلع على الفوسفور شو نزل بالسما.